بجد؟ سيبهاش الا لما تميل دماغها. طيب ازاي يعني احمد؟ ايه يعني الواحد يقول لها ايه؟ يقول لها يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي بس كده. ما قل ودل بس ايه البد بسيطه. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. دي سهله قوي. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. انت بعدين معاك عايز مني ايه بالظبط؟ نشرب شاي ونحبس بشيش. انت ما تستاهلش اني ارد عليك، هخلي اللي من مقامك يتفاهم معاك. جمعه فيسك علي، فيسك علي جمعه. هو ده جمعه؟ يلا ما تسيبوش قدو. يا خرابي بحاجة؟ ده انت اللي تؤمري تحت امرك انا والشقة ومفتاح الشقة. مش مصدقها؟ ما تيجي افرجك. ما تيجي مش هتندمي ابدا. اشوفك امتى؟ الليلة بعد التشطيب. فين؟ استناني عند باب المحل الوراني. انت اسمك ايه؟ كريمة. يا كريمة يا رب. كوباية لبن. استنى عندك جدع انت. ايه في ايه؟ تعالى معانا يا لص. انا مالي دي وقعت منه. وقعت منه ولا انت اللي ما لحقتش تجري؟ خدها. انا مالي. خليها معاك. امشي. امشي اروح فين؟ انا مستني واحد صاحبي. امشي بلاش غلبه. يا استاذ المحترم ده انا عندي شعب 30 جنيه معايا المفتاح اهو. وبعدين اخ كريمه لما يجي، قصدي الاستاذ كريم لما يجي. يعني ما تعرفوش؟ والنعمه الشريفه يا سعاده البيه ما اعرفه. طب وايه اللي يخليك تقف في الشارع في ساعه زي دي؟ كنت مستني واحد صاحبي. اسمه ايه؟ كريمة. قصدي كريم. ما تاخذنيش يا سعادة البيه، اتلخبط اعصابي تعبت. احجزوا عسكري لغاية ما اتحرى عنه. ولزومه ايه التحري يا سعادة البيه؟ مش سيادتك شفت البطاقة؟ جايز مصورة. لازم نسأل عنك في الشغل. لا الشغل بلاش، هتفضح. ده انا راجل محترم، ده انا عندي شقة، المفتاح هو يا سعادة البيه. ابرد على حرام الشنطة يا سعادة البيه. الحمد لله بذمتك يا سعادة البيه، انت تعرفني؟ ابوس ايدك اتكلم. سيادتك شفتيني قبل كده؟ ما شرفتش. يعني ما تعرفوش؟ لا يا بيه. براء. مفيش داعي لموظف محترم يتسكع في الشارع بالليل. اسفين يا استاذ. حصل خير. خير قوي. سلام عليكم. سعيدة. سعيدة يا سعادة البيه. لا ايه اللي صحاك بدري كده؟ صحاني؟ اصل عندي جرد في الخزنه. طب حضر لي الفطار قبل ما تنزل. انزل دلوقتي؟ الا انت مش لابس هدومك خلاص؟ فعلا لبست هدومي خلاص. السلام عليكم. أم
ام عبده. صباح الخير يا بيه. انت دخلت ازاي؟ ما هي الست مدياني مفتاح قبل ما تسافر. انا قلقت حضرتك؟ لا ابدا يا ام عبده، بالعكس ده انا مبسوط قوي انك جيتي. خدمتك يا سي شريف. بقول ايه، في واحد صاحبي عايش لوحده ومحتاج لواحده تغسل له هدوم، تروحي؟ لا يا بيه، انا ما اروحش عند عزاب. خايفه من ايه؟ ما انا هروح معاكي. اصلي يا سي شريف، انا جوزي بيغير عليا. هيغير عليكي من واحد عجوز مكحكح عنده 60 سنة؟ يلا يلا البسي وتعالي معايا. ما اقدرش، مش فاضيه غير يوم الحد. ما ينفعش السبت الاثنين؟ لا يا سي شريف، عندي مواعيد، ما اقدرش. حتى انت يا ام عبده عامله جدول؟ يا صباح الخير. ظهر حضرتك سيرت سارة جامدة قوي. ايوه في الاسم. اسم؟ ايوه في الاسم، اسم الحسابات يعني. براجع الميزانية، بحقق ودقق، فضلت احقق ودقق لما تهد حيلي. مالناش علاوة بقى في الموضوع ده؟ علاوة في الموضوع ده؟ عشان خاطر يا احمد، خد انت السبت والاثنين وادينا الحد. سوري، الحد عندي ميعاد مع واحدة انجليزية. كداب، الانجليز بيقفلوا يوم الحد. صح، بس بيفتحوا لي مخصوص. اخص عليك، اخص، ما تحاولش تعرفني بعد كده. اقطع صلتك بيا نهائيا. اخص اخص. تشرب حاجة يا بيه؟ هات لي زفت. حاضر، اجيبه لك مغلي. اللي تجيبه. يلا. اعتبره خلوه عن يوم الحد. هات اخوه. مفيش غيره. عشان خاطرك بس. الله يخليك. يعني سبحان مغير الاحوال. اهو كده الزماله، اهو كده الصداقه. زفت ده بتاعي انا. ده زفت بحقيقي. تعال يا معلم خش. تعال ما تخافيش. خش يا معلم. تعال. امال فين اسم الله عليه صاحبك؟ ما هو انا صاحبي يا ام عبده. انت؟ ام عبده، انا بصراحه جايبك هنا عشان اعترف لك بسر خطير، سر كاتم على نفسي، معذبني. ام عبده، انا بحبك يا ام عبده. بتحبني؟ ومراتك زي القمر. ما هو عشق اللي عشق الروح ملوش اخر يا ام عبده، لكن عشق الجسد فاني فاني. ابعد عني يا راجل، انت رصوت وعليم من الجيران. ام عبده، وطي صوتك، وطي صوتك، اللي هتعدميه. خدي خدي. عشان ايه ده؟ انا ما غسلتش يد العادي. اعتبريه حق التاكس، وما فيش داعي مراتي تعرف اللي حصل. وانا هوريكوا وشي بعد كده، حد الله بيني وبينكم. حتى انت يا ام عبده، امال لو كنت بالكهرباء كنت عملت ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. لا اهدى اهدى اهدى، انا متعود على كده. ممكن تحذفوا لنا اجره التاكسي عشان نوصل الاسعاف لو سمحتم. ايه اللي جابك بدري؟ ايه؟ عملت ايه؟ تعمل ايه؟ مش لاعب، بلا شقه بلا نيله. يا راجل ده احنا عيال خايبه، بالكتير قوي نقدر نتجوز. بصراحة معاك حق، احنا من يوم ما خدنا الشقة دي ما استفدناش منها بحاجة. فقط. يعني ايه؟ هتدبس في الإيجار لوحدي؟ أنت على الأقل يا سيدي تستفيد منها. لكن احنا هنعمل بيها ايه؟ هنشرب فيها كازوزة؟ أنتوا عايزين العجل يجيكوا لحد عندكم؟ بصراحة بقى احنا عايزين أكل مطبوخ وطباخة جنب منها. يبقى مفيش إلا حل واحد. جاك حل وسطك، كل أفكارك منيلة. اسمعوني بس، هيتقدم لنا طوابير اشكال والوان، ننقي بقى اللي على كيفنا. اول مره تقول حاجه عليها الطلب. العب يا قفل.
ليلتنا بيضه.